حضرتك اكيد يعني شفت معانا دلوقتي الحديث مع دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه. انا عايزه اعرف من حضرتك ازاي نواجه دعاوي العنف دي، وخاصه بعد الفتوى اللي اصدرها الشيخ محمد عبد المقصود بجواز حرق يعني سيارات الشرطه والعنف المفرط في الشارع. انا سمعت الجزء الاخير من حديث الدكتور ياسر ويعني احييه على ما ذكر، فما ذكره كلام منطقي، كلام يعني اظنه انهى المساله تماما. فهو اعلن ان الدعوه السلفيه تتبرا من ذكر هذا الكلام ولا يعترفون به. ولو سالت عليه الاخوان الذين يؤيدهم كما ذكر الدكتور ياسر لتبرأوا منه ايضا وقالوا هو ليس منا. ولو سالت عنه المتخصصين في مجال الافتاء لقالوا لا نعرف شخصا مؤهلا للافتاء بهذا الاسم، وانما يعرفه الناس بانه رجل متخصص في الزراعه. وهذا مما ابتلينا فيه في زماننا، ان يتسلط على الافتاء وعلى قواعد الشرع، وهي من ادق الامور في الشريعه الاسلاميه وفي الدين الاسلامي كله، رجال غير متخصصين فيفتون أو يصدرون كلاما أعيب عليكم أن تسموا هذا الكلام بالفتوى. هذا الكلام ليس فتوى، وإنما هي أقوال شاذة صادرة من غير ذي صفة. الكلام لا يسمى بالفتوى إلا إذا كان صادرا من شخص مؤهل في العلوم الشرعية، وهو ليس كذلك. وليس من حقه أن يفتي أو أن يصدر فتاوى، ولا يطلق على كلامه وأمثاله بالفتوى. هذه كارثة، وهذا مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، تفاهم هذه الأقوال الشاذة التي ضيعت كثيرا من شبابنا كنا في حاجة إليهم ليزدهر بهم الوطن وليحمل رايته وليدافعوا عنه، واقتنعوا بهذه الأقوال وأمثالها ودخلوا في أحداث عنف سيعرفون أو سيعرف هؤلاء حين يقفون بين يدي الله عز وجل كم من الشباب ضيعوا، كم من الدماء سفكت وضاعت على الوطن بهذه الفتاوى أو هذه الأقوال الشاذة التي اقتنع بها الشباب المغرر به. فليكف هؤلاء عن التدخل في ما لا يعرفون، حتى يعني يرحموا الوطن ويرحموا ما بقي من شبابنا ليعود إلى رشده وإلى صوابه، الطالب في دراسته والعامل في عمله. ويعني يتوقف هؤلاء. هذا كلام يعني اقل ما يقال عنه انه كلام تافه، كلام ساقط، كلام لا يؤيده عقل ولا دين ولا منطق. من الذي يحمي الناس اذا كان يجوز الاعتداء على سيارات الشرطه وبالتالي قطعا سيارات الجيش؟ فمن الذي يحمي الوطن، ومن الذي يحمي الناس، ومن الذي يسهر على امنهم اذا كان هؤلاء يعني يجوز الاعتداء على سياراتهم التي هي يعني تسير في الطرقات لحماية الناس والتأكد من أمن الناس؟ فمنطق مقلوب، كيف يقال أن هذه السيارات يجوز حرقها بمن فيها؟ قطعا يعني لن نخرج من فيها، وإنما من أدرانا من فيها؟ ربما فيها ولي من أولياء الله الصالحين، وإلا يعني الحكم والتعميم. وكما ذكر الدكتور ياسر يعني تعذيب بالنار والحرق والهدم، هذه لم تستخدم في حرب ضد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرق قوما ولم يهدم على الناس بيوتا، والعذاب بالنار والعذاب الجماعي هذا يعني لا يملكه بشر. يعني العذاب بالنار من خصائص الله عز وجل، هو الذي يملكه ولا يملكه البشر. فكيف تحرق السيارات التي هي من أموال الشعب ولحماية الشعب؟ هذا كلام بالضبط ممتلكات عامة يا دكتور عباس. فيعني فتوى زي دي أعتقد أن هي يعني بتضر بناس كتير جدا. تقولي عنها أختي فتوى؟ ليست رأيي. فتوى هذا قول ساقط شاذ، ليست فتوى. الفتوى لها. طيب دكتور عباس، يعني دور مين ان احنا نواجه يعني مثل هذه الاقاويل؟ مين اللي دوره ان احنا يعني نرضع الناس دي؟ دوره يعني دوره العلماء المعتدلين المؤهلين بالعلوم الشرعيه، ولا ينازع احد انهم علماء الازهر الشريف. بالمناسبه ليس كل عالم في الازهر الشريف من حقه ان يفتي. الفتوى شيء خاص ولها تخصصات خاصه حتى داخل الازهر، فليس كل اثري
من حقه أن يصدر فتوى. الفتوى لها شروط صعبة جدا حتى يرخص للإنسان أن يفتي فيها. علماء الفتوى في الأزهر الشريف علماء التوجيه والتبصير للناس في الأزهر وفي غير الأزهر من المعتدلين من التيارات الأخرى الذين يعني درسوا الواقع وعرفوا أحوال الناس وعرفوا المخاطر الناجمة عن هذه الأقوال الشاذة والساقطة. هو دورهم أن يتحدثوا بمثل ما تحدث به الدكتور ياسر وأن يبينوا خطورة هذا الكلام وأن ينتشروا بفكرهم المعتدل بين الناس للتحذير والتحسين، وهو الإطار الذي يسير فيه الأزهر الشريف وتقوم به القوافل الدعوية التي يرسل بها الأزهر الشريف لكل شبر في مصر. طيب دكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، أنا بشكر حضرتك جدا على مداخلة حضرتك معنا. ومعايا دلوقتي الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركة الإسلامية. صباح الخير يا أستاذ ماهر. صباح الخير يا أستاذ ماهر. يعني مش عايزة أقول الفتوى زي ما دكتور عباس قال، ولكن رأي المتطرف ده حضرتك يعني شايفه إزاي ونواجهه إزاي، وخاصة في الفترة دي؟ يعني إحنا في فترة محتاجين فيها يعني الآراء الصالحة مش الفتاوي المغرضة زي دي. نواجه، لو قلنا يعني في خطوات كده أستاذ ماهر، يعني في 1 2 و3 نواجه يعني الآراء المغرضة دي إزاي؟ طيب قبل ما نشرح يعني سبل المواجهة لازم نؤكد على شيء. يعني أنا أعتقد أن محمد عبد المقصود هو واحد من الناس اللي في مصر تسببوا في مفاسد كثيرة جدا داخل المجتمع المصري. هذا الرجل الذي يطلق عليه زعيم ما يسمى بالسلفية الحركية، وهي ليست سلفية حركية بالمناسبة، هي سلفية تكفيرية. وهي ليست سلفية بل هي تكفيرية فقط كمان. يعني هذا الرجل ليس سلفيا بالمعنى الصحيح، لأن السلفية هي الرجوع إلى ما كان يفعله النبي والجيل الأول من الصحابة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الأول من الصحابة الذي كان حينما يقاتل مشركين كان يقول لا تقطعوا شجرة ولا تهدموا صومعة، كيف يدعو إلى حرق سيارات الشرطة وإلى حرق مؤسسات الدولة وإلى قتل الناس وسفك الدماء؟ هذه ليست سلفية مطلقا، وهذه بلا شك ليست فتوى لأنه ليس مؤهلا للفتوى. لابد في الفتوى من تخصص ومن تخصصات، وهذا الرجل غير متخصص بالمرة. والعملية مش سهلة، يعني تداخل بين الدين والسياسي بهذا الشكل، أن كل واحد يعني يفتي دينيا في أمور سياسية، فهذا شيء خطير جدا. وهو مضيع الشباب. ومحمد عبد المقصود تاريخه طويل من قبل 81 وهو يفتي بفتاوى مريرة أدت إلى مقتل كثير جدا من الشباب وإلى سفك دماء كثيرة جدا. أما بالنسبة لسبل العلاج، لابد من تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، لابد من إعطاء فرصة للتيارات المعتدلة داخل التيار الإسلامي نفسه، لأنه في المثل بيقول لك الشجرة لا يقطعها إلا جزع منها. يعني فهناك يعني هو يكفر برهامي أصلا، فلندع برهامي يواجه محمد عبد المقصود، فلندع منشقي الجماعة الإسلامية هنا أعضاء الجماعة الإسلامية المتشددين، فلندع الذين تابوا من جماعة الإخوان المسلمين وخرجوا عنه ورجعوا جماعة الإخوان المسلمين. لا يواجه الفكر إلا فكر. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن نعطي دورا كبيرا للأزهر الشريف. الأزهر الشريف يحتاج إلى دور أكبر، يحتاج إلى تدعيمه بشكل أكبر، يحتاج أن يفعل دوره بشكل أكبر في أوساط الشباب. ثالثا محاولة يعني الخطاب الفكري، أو محاولة أن نطور من خطابنا الفكري وأن نطور من خطابنا الإعلامي وأن نطور من خطابنا الثقافي. نحن نحتاج إلى ذلك كله مع الأمور التنموية الكثيرة. سوف تنهي هذه الأمور وسوف تقف بالمرصاد لأمثال محمد عبد المقصود. طيب أستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركة الإسلامية، بشكر حضرتك على مداخلتك معنا. أكيد زي أراء ضيوفنا ما كانت متواجدة معنا عن هذه الفتوى، واللي إحنا مش عايزين نسميها فتوى، ولكن عن هذه يعني الأفكار المحرضة والمغرضة والشاذة عن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه والتكفيرية. ففعلا زي ما أستاذ ماهر قال إن لا يواجه الفكر إلا الفكر، ولازم ندي فرصة
للتيارات المعتدلة ان هي تواجه التيارات المتطرفة دي وافكارها المتطرفة اللي لما بيتبعها الشباب بتسود حالة من الفوضى في مجتمعنا. وعايزين نسمع ارائكم مشاهدينا على مدار اليوم على الموضوع ده، يعني فتوى زي دي، او مش عايز اقول فتوى، رأي وفكر تحريضي زي ده، طيب احنا ازاي نواجهه، وخاصة هو ضد رجال الشرطة والجيش وضد يعني المنشآت العامة، الحاجات بتاعتنا احنا المملوكة لينا، الممتلكات العامة. طيب سؤالنا لحضراتكم هو ازاي ان احنا نواجه الفكر المتطرف ده وانتهاك حرمات البيوت وكل الحاجات دي، ازاي ان احنا نواجهها طالما ان هي صدرت من حد من المفترض ان هو من رجال الدين. ولكن يعني بعد الاراء اللي سمعناها دي يعني اعتقد ان هو لا ينتمي لرجال الدين. خلينا نقول لحضراتكم حصيلة الاعتداءات على رجال الجيش والشرطة اللي بيحرض عليها الشيخ محمد عبد المقصود. خلينا من 30 يونيو لغايه دلوقتي نشوف الحصيله بتاعتنا قد ايه، عشان نعرف بقى الاراء والافكار دي ممكن تؤدي بينا الى ايه. يوم 12 يوليو مثلا 2013 ده شهد استشهاد 3 جنود واصابه اخرين بعد قيام عدد من العناصر الارهابيه بسبع هجمات مسلحه بشمال سيناء. في 11 سبتمبر 2013 كان في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مبنى المخابرات الحربية في مدينة رفح بشمال سيناء، أسفر عن سقوط 6 شهداء وإصابة 17 آخرين. في 19 أكتوبر 2013 كان في انفجار لسيارة مفخخة بجوار السور الخارجي لمبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية، وأسفر عن سقوط شهيد وإصابة 20 آخرين. في 20 نوفمبر 2013 استشهاد 10 مجندين وإصابة 25 آخرين إثر استهداف سيارة مفخخة لحافلتين للجيش الثاني بمنطقة الشلاق بشمال سيناء. في 25 يناير 2014 استهداف مسلحين لطائرة عسكرية بشمال سيناء، أسفر عن استشهاد 5 عسكريين. وفي 26 يناير 2014 كان في استهداف مسلحين لأتوبيس للجيش بوسط سيناء، أسفر عن استشهاد 4 مجندين وإصابة 11 آخرين. دي كانت الحصيلة اللي حصلت من يوليو 2013 إلى الآن. ده الحصيلة دي ممكن نقول عليها إن هي دي حصيلة دعوات التطرف اللي بتطلع من بعض الشيوخ اللي بيسمحوا لنفسهم بالفتوى، فبالتالي بيفتوا وبيقولوا حاجات يعني غير منطقية وحاجات تكفيرية بتؤدي ليه يعني خراب في المجتمع. زي ما شفنا الحصيلة الطويلة هي عبارة عن دم رجالنا، رجال الشرطة، رجال الجيش، وأيضا مدنيين كانوا موجودين أثناء العمليات دي. كل الدماء الطاهرة دي أعتقد أن هي في رقبة الشيوخ دول اللي بيفتوا بدعوات متطرفة وتكفيرية كل هدفها هو يعني إثارة الفتنة وإن المجتمع بتاعنا يظل في الإرهاب دايما وإلى الأبد، لأن فعلا يعني مش منطقي ان تبقى في دعوة تحرض على الجيش والشرطة، تحرض المصريين على بعض، ممتلكات عامة، رجال شرطة بيدافعوا عننا. اعتقد ان ده غير جائز تماما، وحتى بي يعني اللي قالوه ضيوفنا اللي كانوا موجودين معانا. طيب خلينا مشاهدينا نفكر حضراتكم تاني ان احنا يعني تساؤلنا النهارده او سؤالنا لحضراتكم هيكون ازاي نواجه الفكر المتطرف ده، وفي خطوات كده احنا ممكن نعمل ايه ودور مين في مواجهه الفكر ده. طيب خلينا نشوف حضراتكم، معانا اتصال تليفوني من اللواء محسن الجندي مدير امن سوهاج الاسبق. سياده اللواء صباح الخير. اهلا صباح الخير يا فندم. سياده اللواء حضرتك شفت معانا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن دعاوى تكفيريه ومتطرفه بيصدرها بعض المشايخ، يعني ان هو زي اللواء عفوا الشيخ محمد عبد المقصود اللي بيجيز حرق عربيات الجيش والشرطه، يعني ازاي ممكن نواجه الدعاوي دي يا سياده اللواء؟ هو حضرتك طبعا زي ما حضرتك كده بتقولي ان ده تطرف شديد، وده ما فيهوش اي ناحيه من الدين الاسلامي السليم، لكن احنا من الناحيه الامنيه وزاره الداخليه بتعمل احتياطات لتامين المنشات الهامه وتامين
سياراتها باسلوب حديث، بالاضافه الى اجهزه المعلومات اللي في الوزاره بتقوم بدور الحمد لله دور جميل. حتى حضرتك يمكن في الاول الاخيره ضبطوا كميات كبيره من الخلايا الارهابيه اللي هي بتؤدي الى يعني مطارده القوات المسلحه والشرطه ومحاوله التعدي عليهم الحمد لله. لكن احنا مطلوب من الاجهزه المعلومات المزيد من الجهد لضبط تلك الخلايا. لكن انا بقول لحضرتك الراي بتاع الشيخ محمد ده طبعا ده راي، انا وجهه نظري يعني راي غير سليم وغير صحيح، ودي ما فيهوش الشق العنيف والشق اللي هو ان هو يكفر مسلم زميل وطن واحد وبيحاول يعمل فوضى وبلبله في المجتمع المصري. لكن ان وزاره الداخليه والقوات المسلحه وراهم لغايه ما ينتهوا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سياده اللواء محسن الجندي، انا بشكر حضرتك جدا على مداخله حضرتك معانا. طيب نروح لاخبارنا ونستكمل مع حضراتكم عن اهم الاخبار، وبرضو يعني هي بتتعلق بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. كشف مصدر